روسيا، سرب الرحلات الخاصة يطير بالطوبولاف تيو 154 تحت رقم تسجيل راشا ار اي 85843 من سوتشي إلى عنابة الجزائرية ومن مطارها إلى مطار سونو باماكو الدولي، ثم عادت هذه الطائرة وعلق موقع إيراني أن هذه الرحلة لمسؤولين كبار روس نحو مالي، قبل أن تؤكد المصادر الإسرائيلية أن المسؤولين التقوا بنظراء لهم جزائريين في مطار عنابة، بما يؤكد على الطابع الخاص لهذه الزيارة، وأن المخابرات لا تزال على تواصل ما بين الجزائر وما بين روسيا، وهذا الذي أقلق بشكل كبير أمريكا. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. إنما حدث في مطار عنابة حسب المصادر الإسرائيلية لرحلة تحاول اليوم أن تضع محور موسكو الجزائر باماكو أو مالي، هذا المحور الذي حاولت واشنطن تعقيد مساره بأكثر من تكتيك وأكثر من ضغط إن لم نقل ضغوطا، وهذا هو التطور الاستثنائي اليوم الذي يجعل من هذه الرحلة رحلة استثنائية حسب الإسرائيليين المراقبين بشكل واسع لحركة المخابرات الجزائرية، وهي التي قاربت وبشكل كبير جدا واقعها اليوم على اتصالات متقدمة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولماذا تسليط الضوء على أي عمل جزائري روسي لسبب رئيس؟ لأن إسرائيل ترى في ماكدارك عندما أتى إلى الجزائر وهو المكلف بملف الشرق الأوسط وعلى وجه التحديد شمال أفريقيا، ماكدارك ابن مجلس الأمن القومي الأمريكي وهو الذي يقيم السياسات الأمريكية، لأن أهم جهاز يتلقى منه الرئيس كل معلوماته مجلس الأمن القومي الذي يرأسه سليفان، وهو يعتبر المستشار الرئيس إن لم يكن مستشار الأمن القومي الأمريكي، لكن لديه أيضا طاقم يعمل على ملفات. بالنسبة لماكدارك عندما يأتي إلى الجزائر ويؤكد أن الشراكة الجزائرية الأمريكية قوية جدا، لا يقول قوية إنما قوية جدا، هذا يعني أن هناك تفاهمات أمنية وتفاهمات بين المخابرات خصوصا في إدارتها الجديدة وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، هذا كله يثير تماما إسرائيل. وعندما تثار إسرائيل فهي تحاول أن تراقب ما حدود العلاقة اليوم بعد زيارة ماكدارك إلى الجزائر وصاحب مقولة الشراكة الأمريكية الجزائرية القوية جدا، فإن إسرائيل ترى نفسها هي الوحيدة والتي يجب أن تحتكر هذه العلاقات وهذه الشراكة القوية جدا مع أمريكا. ولذلك فإن محاولة جس النبض على وجه التحديد من خلال تأكيد روسيا كرد فعلا على ماكدارك عندما أصبحت الزيارة مكرسة لهذا الخط، لهذا المحور، محور موجه نحو الساحل وانطلاقا من موسكو الجزائر العاصمة وإلى مالي إلى باماكو. إذن عملية أساسية اليوم أن الروس أرادوا أن تكون عنابة وهي تحمل ما تحمل من رسالة إلى الفرنسيين وأيضا إلى الإسرائيليين ولأسباب سنذكرها مستقبلا. مهم جدا في هذه النقطة على وجه التحديد أن تكون هناك رحلة تتوقف في عنابة، وموسكو عنابة باماكو أساسية في هذا الوضع بعد الذي حدث مع المناورات، مناورات درع الصحراء. إذن الإبقاء على نفس المستويات التي عليها يمكن التأسيس، تأسيس هذا المحور، خصوصا أن فرنسا أيضا من جهتها ركزت على صفقة التوغو ووصول مروحيات روسية إلى التوغو. وأمامنا إذن الفرنسي والإسرائيلي يراقبان الوضع عن كثب، رغم أن الجزائر
فتحت أجواءها لرحلة عسكرية مباشرة من فرنسا باتجاه واغادوغو، وهذا شيء مؤكد وبالوثائق. معنى ذلك أن هناك توازن كبير جدا خلقته السياسة الجزائرية ما بين علاقات الجزائر مع فرنسا والعلاقات الروسية الجزائرية ومن ثم الأمريكية الجزائرية. والعاملان الأساسيان اليوم لمراقبة الوضع عن كثب بالنسبة لي المخابرات ومن ثم الأمن عموما، الحقائب الأمنية والزيارات الأمنية وأيضا التنسيق مع الجزائر بخصوص مالي وفي الساحل، هذا يعني الكثير بالنسبة للإسرائيلي وللفرنسي أولا. فرغم التسهيلات اللوجستية المقدمة للجيش الفرنسي باتجاه واغادوغو في رحلاته، فرغم كل هذا نجد أن الفرنسي يحتاط من هذه العلاقة الجزائرية الروسية، واليوم الإسرائيلي ينضم من أجل التأكيد أن هناك توقف على صعيد عنابة وعلى صعيد لقاء مع الاستخبارات، يعني أن الوضع اليوم وضع دقيق للغاية. فهناك تصريح قوي لماكغورك لمجلس الأمن القومي الأمريكي في زيارته إلى هذا المسؤول عن شمال أفريقيا في زيارته إلى الجزائر، ومن ثم أيضا الرد كان من خلال هذه الرحلة والتوقف في عنابة الجزائرية. وهنا يصبح الوضع شديد الحساسية بالنسبة لرؤية كل من فرنسا رغم رحلاتها نحو واغادوغو، وأيضا بالنسبة لإسرائيل وفرنسا، كل هؤلاء يضعون في حسبانهم أن أمر العلاقات اليوم الروسية الجزائرية ورغم الضغط من الكونغرس الأمريكي وأيضا من باقي المؤسسات وأيضا التأجيلات التي حدثت على العموم لا بخصوص زيارة تبون إلى موسكو ولا أيضا المناورات كانت مجدولة بشأن درع الصحراء، كل هذا وضع أسئلة كبرى أمام محاولة لتجميد هذه العلاقة الجزائرية الروسية حتى لا تبقى العلاقات العسكرية على وجه التحديد لديها بعد استخباري. فمحاولة الوصول إلى علاقات على مستوى المخابرات العسكرية من بلدان خصوصا وأن هناك اعتبار دقيق للغاية، من جهة فإن تمام الوضع تمام المعادلة جاء ما بعد زيارة ماكرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية واللقاء مع بايدن والسماح لفرنسا بالعملية حق العمليات أن يكون واحدا بين سينت كوم وما بين شارل ديغول على وجه التحديد وعلى صعيد البحرية الفرنسية وما بين سينت كوم في الاتجاه الآخر. فأصبح واضحا أن فرنسا تجاوزت قضية التعاطي مع أفريكان في التنسيق إلى القيادة المركزية خصوصا في عملياتها في العراق والإمارات وهكذا. فإن انفتاح جميع القواعد وجعلها في مستوى الأداء والتنسيق مع شارل ديغول وأيضا مع الرافال البحرية من قبرص وإلى كريت سودا ألكسندروبوليس وفي بغداد قاعدة بغداد التي هي قاعدة لمواصلة عملية شمال وأيضا العملية في لبنان، كل هذا أصبح واحدا بين الفرنسيين وما بين الأمريكيين. وتريد أيضا إسرائيل أن تدعم هذا المسار الفرنسي بعد باريس الجزائر واغادوغو أن يصبح الوضع أيضا بنفس الطريقة، وتسمح الولايات المتحدة الأمريكية لنفسها باقتراح التعاون على هذا الصعيد إلى جانب الفرنسيين في شمال غرب أفريقيا، وهذا سيكون مقدمة لهذه الشراكة القوية التي قال بها ماكغورك. إذن أمامنا وضوح في الصورة الإسرائيلية في تقييم الوضع على العموم وطلب الجاري به العمل اليوم إعادة التنسيق الأمريكي الفرنسي بخصوص العمل في منطقة الساحل. ليفاجأ الجميع بهذه الرحلة
وهذه الرحلة جعلت كثيرا من التقارير تكتب من باماكو وأيضا من إسرائيل يتأكد من خلالها أن أولا هناك دعم قوي للغاية، دعم جزائري قوي للغاية بالنسبة لتشاد رغم علاقاتها مع باريس، وهي تلح اليوم جميعا تلح أن جميع صفقاتها العسكرية يجب أن تنفذ ومن طرف الروس، والسلاح الروسي لا يزال يصل إلى حدود هذه اللحظة ليس فقط للتوغو كما أرادت أفريكا الانتليجنس أن ترى، إنما أيضا ومباشرة بعد أن كشفت أفريكا الانتليجنس هذه المعلومة بالنسبة للتوغو، وجدنا في الاتجاه الآخر وزارة الدفاع تصدر بيانا في وصول قطاع التسليحية أو قطاع السلاح الروسي إلى نجمينة إلى تشاد. هذا يعني الكثير بالنسبة لدعم جزائري بخصوص الإبقاء على نفس خطوط الإمداد بالنسبة للسلاح الروسي في أفريقيا، وهذا الذي يزعج وبشكل كبير جدا الأمريكي والإسرائيلي، وهذا الذي كتب من أجله تقرير يعتبر حساسا منقولا إلى البنتاغون بخصوص هذه الرحلة واحتمال إطلاق هذا المحور، محور باماكو عنابة موسكو والآن سوشي. ولماذا سوشي على وجه التحديد؟ لأن فيها مسؤولين كبار وهناك جلسة للاستخبارات بخصوص الوضع القادم في أفريقيا. كل هذا كان مسربا في 46 دقيقة، وبعدها مباشرة وجدنا أن هناك توجه باتجاه الجزائر، وبعدها مباشرة في مالي. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.